عرفتي ان رسول الله كان خايف وما عارف شنو تيوقع وشكون هذا الشخص اللي وقف عليه غادي يعاود يغطيه مره ثانيه؟ فقال لا اقرا. قال لي رسول الله ما انا بقارئ. غادي يغطي المره الثالثه وقال ليه اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. وابتداء من هذه الكلمه غادي تبدل المجرى تاع البشريه. اللهم نسألك بحق كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم آمين. سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا من جديد في حلقة جديدة في برنامج مع الحبيب. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، يكون صيامكم كيدوزوا كيف ما نتوما باغيين. الله يجعل مولانا يتقبل لكم ويتقبل لنا الجميع امه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. خلينا ما نطولش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. غادي ينتشر الفساد والكفر والشرك والشياطين، واكيد سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ما كانش يرضى يشوف ولا يسمع بهذا الامر، وكان كيعتزل الناس. غادي يوقع في الارض والسماء واحد الامر اللي كان غريب، اللي غادي تعودوا الشياطين والجن على نفسها، لقوله تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، وان معشر الجن غادي يطلبوا بلوغ السماء باش يسمعوا كلام اهلها، ولقوها ملئت بالملائكه اللي كانوا بزاف تيحرسوها، واي واحد حاول باش انه يقرب منها كانت كترميهم بالشهاب اللي كانت محترقه. وهنا بقاو كيتسائلوا الشياطين باللي انه لابد من شي حاجه تغيرات اللي خلات هذا الامر يوقع. غادي يمشيو عند الشيطان قالوها ليه، فغادي يخبرهم باللي انه سبب هذا الامر او لسبب التغير اللي وقع في الارض اما انه العذاب سيحل على اهل الارض، او اما ان يكون الله بعث نبي من اهل الارض. حيت السماء ما عمرها ما تحرسات على مر التاريخ بحال هاد المره. شنو وقع وشنو غادي يوقع؟ غادي تنتشر الشياطين في الارض باش تقلب على هاد الحدث الجلل اللي غادي يوقع في الارض، وما كانوش عارفين باللي انها الرحمه ديال مولانا اللي غادي تنزل على البشريه. سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بداو تيوقعوا ليه امور خراب. كان اذا نعس كيشوف رؤيه في منامه عليه افضل الصلاه والسلام، لما كيفيق الصباح كيشوف ديك المنامه حقيقه كيف ما هو حلمها، وكان هذا الامر غريب. يقدر يوقع مره زوج مرات، ولكن غادي تعاود بزاف ديال المرات مع رسول الله. عرفتوا علاش؟ كان مولانا كيهيئوا لواحد الامر اللي هو عظيم. هنا فين بدات الرحله الاولى حياه الحبيب، وهي مرحله المعجزات والتغيرات، وكل شيء غادي يتبدل في هذا الكون من اجل حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فاول ما غادي يبدا به الوحي هو الرؤيه الصادقه. من بعد مولانا غادي يحبب لسيدنا رسول الله الخلاء باش يبتعد من الظلمات نتاع هذا العالم وينقطع على الخلق الى الله، حيتاش في العزله صفاء للسريره. كان تيمشي في الصحراء بوحده وكيسمع الحجر كتسلم عليه، الحجر اللي كيسبح لمولانا كيعرف القدر نتاع المصطفى. مولانا كيصلي عليه في السماء والملائكه كتصلي عليه والجماد كيعرف القدر ديالو، فكيف لقلوبنا ما تفناش فيه؟ المهم رسول الله كان كيختالي بنفسه في غار حراء اللي كان تيجلس فيها ايام وليالي طوال. كان تيجلس كيتعبد مولانا وكيتفكر في الخلق وفي المخلوقات، وكيتفكر في الخلق. عاش طاهرا مطهرا، عمره ما ارتكب الفاحشه ولا منكر، وعمره ما شرك، بل كان كيعتزل بنفسه في انه يجلس في الغار في خلوه مع مولانا. كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تيعشق هاد الخلوة، وكان كل عام كيدوز شهر بوحدو في هاد الغار اللي كان في الجبل. سيدتنا خديجة هي اللي كانت كتجيب ليه الماكلة، وبعد المرات إذا دازوا عليه المساكين والفقراء كان كيعطيهم من ديك الماكلة اللي عنده. لدابا راه مازال منزل الوحي ولا بعثة ولا قرآن ولا صلاة، ولكن كانت العبادة ديالو هي التفكر وذكر الله بقلبه. كان تيجلس جلسات اللي هما سريين اللي حنا ما عارفين شنو كان فيها من خير هو ومولانا. كل عام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيتخلوا شهر كله باش يتشحن باليقين وبمولانا. لما بلغ عليه الصلاة والسلام سن الكمال واللي هو 40 سنة، غادي يرسلوا مولانا للعالمين بشيرا ونذيرا باش يخرجهم من الظلمات نتاع الجهالة إلى نور العلم. كان واحد النهار جالس على الجبل وغادي يبان ليه واحد الشخص اللي قال ليه أبشر يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول هذه الأمة. ثم قال اقرأ. قال لي ما انا بقارئ. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام امي ما عمرو تعلم القراءه من قبل. غادي يغطيه جبريل بواحد الثوب من صوف وزيره حتى كاد ان يموت، وقال لي اقرا. قال لي ما انا بقارئ. سيدنا رسول الله كان خايف
ما عارف شنو تيوقع ليه وشكون غادي يعاود ليغطيه للمره الثالثه. فقال اقرا. قال ما انا بقارئ. وغطى المره الرابعه فقال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. وابتداء من هذه الكلمه غادي يتبدل المجرى تاع البشريه، حيت هنا كان بدايه الوحي. غادي يسمع هذا الكلام سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام وغادي يتخلع. شنو هذا الكلام؟ ما هو بشعر ولا بكلام بشري، كلام نوراني نزل من السماء. هذا اليوم أذينا فيه مولانا أنه ينزل الوحي على حبيبنا المصطفى باش ينقذ البشرية من الضلال والشرك والكفر، باش يرحم الكون بحبيبنا وشفيعنا محمد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما سمع سيدنا رسول الله هذا الكلام شتي جري لعند بيت الزوجة ديالو سيدتنا خديجة. في الطريق ديالو غادي يشوف سيدنا محمد جبريل حقيقة اللي كانت عنده 600 جناح وكل جناح كيغطي الأفق، وقال ليه بلي أنه جبريل الروح الأمين، وبلي أنت يا محمد نبي ورسول هذه الأمة. سيد البشر كان في لقاء مع سيد الملائكة. هنا كانت بداية الوحي وبداية نزول القرآن. من بعد ما رسول الله وقع مع هذا الحدث الجلل مشى مسرعا لعند بيت رفيقة دربه والحبيبة ديالو السيدة أمنا خديجة رضي الله عنها. قال ليها زميلوني زميلوني، زعما لفوني في ثوبي، حتى مشى منه الخوف. سولته يا أبا القاسم شنو شفتي؟ شنو واقع ليك؟ وهنا غادي يحكي لها شنو شاف، وهي اصلا كانت بشرت نهار مشات عند ابن عمها ورقه بن نوفل، وكان قال لها بلي انه هذا زمان خروج نبي. قالت ليه ابشر يا ابا القاسم، والله ما يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل زعماء الضعيف، وتكسب المعدوم وتقري الضعيف، وتعين على نوائب الحق. ابشر فلا يسلط الله عليك الشياطين والاوهام، ان الله اختارك لهدايه قومك. وهي تقول ليه شو بالك نمشيو عند ابن عمي ورقه بن نوفل اللي هو واحد الرجل كبير في السن وضرير اعمى، كان تعلم الانجيل والتوراه وعنده علم من اهل الكتاب. ادت الحبيب عند ورقه وقالت ليه يا ولد عمي سمع من ابن اخيك، سمع شنو تيقول. قال ليه شنو شفت يا محمد؟ فاذا بالنبي عليه الصلاه والسلام تيقول ليه شنو شاف في الغار وشنو وقع ليه بالتفاصيل. وهنا قال ليه ابشر يا محمد، انه الناموس زعما الملك اللي نزل على موسى هو نفسه نزل عليك دابا، نزل على اخر الانبياء وسيد المرسلين. لما سيدنا رسول الله سمع هذا الخبر ما كانش سهل عليه، واخا كان مهيئ واهل لهذا الامر، ولكن فجأة يقال له بلي أنك نبي هذه الأمة كان أمر عظيم على قلبه. قال لي ورقة بن نوفل اللي كان كبير في السن أنذاك، يا ريت لو كان كنت شاب، إذا خرجك القوم ديالك غادي نصرك نصرة. تعجب الحبيب، شنو إذا يخرجك قومك علاش غادي يخرجوني؟ أنا الصادق الأمين، أنا اللي تيحبوني كاع الناس، أنا ولد أسيادهم وسادتهم، علاش غادي يخرجني القوم ديالي؟ شنو درت ليهم؟ قال لي ورقة بن نوفل ما جاء بأحد بمثل ما جئت به إلا عودي، زعما كيعاديوه. وهنا كان ورقة قاري القصص نتاع الأنبياء وعارف شنو كاين، لقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، بمعنى كما جعلنا لك أيها الرسول أعداء من مجرم قومك، جعلنا لكل نبي من الأنبياء عدوا من مجرم قومه، فاصبروا كما صبروا وغادي ينصرك مولانا. هنا فهم رسول الله أنه هادشي اللي شاف لا راه ماشي من الجن ولا الشيطان ولا حلم ولا تهيؤات. يا محمد فاعلم انك من اليوم نبي هذه الامه. الله الله يا رسول الله. ويا لها من امانه اللي كان ثقيل على اكتاف سيدنا الحبيب. سيدتنا خديجه كانت بغات تاكد بلي جبريل ملك من الملائكه. واحد النهار غادي تسول رسول الله الا زال الذي ياتيك تراه، واش باقي داك اللي كان تيجيك كتشوفه؟ قالت ليه اذا شفتيه قولها ليا. غيجي جبريل رسول الله هو جالس عند سيدتنا خديجه. قال لها جاءني. قالت ليه جلس على اليسار، فين هو جلس؟ قال لها باقي تنشوفه. قالت لي جلس على يميني. قال لها لا زلت اراه. جلس بين يدي لا زلت اراه. غادي تنزع الخمار ديالها وغادي تقول ليه اتراه الان؟ قال لها لا والله لا اراه. قالت لي ابشر يا محمد هذا ملك وليس بشيطان، فمن مثل خديجه، فمن مثل حكمتها وايمانها. كان سيدنا رسول الله في غار حراء كيف العاده كيتعبد مولانا، وكان حكى على نفسه انه كان راجع في حاله وكان تيمشي في الطريق بوحده، واذا به سمع مناد يناديه يا محمد. تيقول التفت على اليمين ديالي ما بالي حتى شي حد، التفت على اليسار ديالي ما بالي حتى شي حد، قدامي خلفي ما بالي حتى شي حد، من كان هذا المنادي؟ غادي يشوف سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام السماء فوق منه.
فإذا به غادي يبان لي جبريل عليه السلام أمين الوحي بالصورة الحقيقية دياله، جبريل اللي نزل على إبراهيم وموسى وعيسى وزكريا ويحيى وإسماعيل وكاع الأنبياء. لما شافوا رسول الله هاد المرة غيمشي كيجري البيت خديجة ويقول لها زملوني زملوني دثروني، بمعنى غطوني. وهنا أنزل الله قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، زعما حذر من الناس من عذاب الله، وربك فكبر خصه بالتعظيم وما تشركش معاه في ذلك غيره، وثيابك فطهر باش تكون مستعد للوقوف بين يدي الله حيتاش لا يليق بالمؤمن أن يكون نجسا، والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومولانا ما كيتكلمش مع الأنبياء إلا عن طريق المنام أو اللي يبعث في روعهم بالوحي أو من وراء حجاب أو كيصفت شي رسول. غادي يستمر الوحي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مدة من الزمان، احتاجت واحد الفترة اللي فيها غادي ينقطع الوحي عليه لبضعة أيام. من بعد ما انتشر خبر وحي الحبيب كاين اللي صدقوا كاين اللي ما يصدقوش. واحد النهار غادي تمشي واحد المرأة عند رسول الله باش تستهزئ منه وقالت ليه فين هو شيطانك اللي تنزل عليك، ما أراه إلا قد قلاك، زعما هجرك خلاك. كانت كتقصد سيدنا جبريل اللي كان بالطرف من الجناح ديالو كيقلب أمة، جبريل اللي بصيحة وحدة تيسعق أمة. سيد الملائكة غادي توصفه بالشيطان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا كيتسنى بأيام باش ينزل عليه جبريل ولكن ما نزلش، فإذا بالحبيب غادي يصيبه الهم والغم حيتاش كان كينشط بالوحي اللي كان كيصيفط ليه مولانا، وخاف من أنه اللي يكون مولانا حبس عليه هاد النعمة الكبرى أو هاد النعمة أنه كان اختاره يكون واسطة ما بينه وما بين الخلق. وهنا غادي ينزل القرآن أو هاد الصورة اللي فيها مولانا غادي يطمئن قلب الحبيب. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى إلى آخر الصورة. يا محمد ما هجركش مولانا وانت خير البشر، مولانا غادي يعطيك حتى ترضى، وإذا انقطع الوحي إلا لحكمة مولانا كيعرفها. وهذه كانت حلقتنا الليلة، كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم واستمتعتوا بسماعها. وكيف العادة سؤال حلقتنا الليلة هو على أي سن غادي ينزل الوحي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ كيف العادة خليوا لي الأجوبة ديالكم لتحت في التعليق. دمتم في رعاية الله وحفظه، بصحة فطوركم، الله يتقبل صيامكم. سلام سلام.